أعزائي الأطفال، إن عندنا موضوعنا مكون لأول اليوم هو التركيب، موضوع المستثنى بإلا مستواكم السادس ابتدائي. موضوع هو نتطرق إلى ما هو المستثنى بإلا. الاستثناء يتركب من مستثنى منه وأداة الاستثناء ومستثنى. نعطي مثال الجملة التالية: أكلت الفواكه إلا الإجازة، أي أكلت الفواكه كلها إلا نوع الإجازة، استثناه من الكل، من المستثنى منه. لاحظوا معي وتتبعوا أنواعه بالجدول التالي. الجمل سنتطرق إلى كل جملة جملة على حدة. تفتحت الورود إلا وردة. الورود هي المستثنى منه وأداة استثنائها إلا المستثنى وردة، أي استثنى الوردة من الورود هي التي لم تتفتح. تذكير: المستثنى منصوب لأن الكلام هنا مثبت وتام والمستثنى مذكور. جملة ثانية في نفس الحالة: صرحت الديكة إلا واحدا. الديكة مستثنى منه وأداة استثنائها إلا، أي ديكا واحدا هو الذي لم يصح، فتصح الكلام في المستثنى منصوب أي واحدا لأن الكلام مثبت وتام. الدياكة استثنى منها ديكا واحدا. نمر المرحلة الثانية من المستثنى: ما قرأ التلاميذ إلا واحدا. لاحظوا معي، ما أداة نفي، ما قرأ التلاميذ إلا واحدا. المستثنى من التلاميذ أداة الاستثناء إلا، المستثنى واحدا أي واحدا هو الذي لم يقرأ من التلاميذ. الجملة الثانية: ما قرأ التلاميذ إلا واحد. الجملة الأولى قلنا واحد منصوب والجملة الثانية مرفوع، سنعرف لماذا نصبنا الأولى ورفعنا الثانية. أداة الاستثناء إلا واحد، المستثنى منه مذكور والكلام تاما منفيا أي نفي بما فهم صلة واحدا، ويجوز إعرابه بدلا من المستثنى منه إذا كان تابعا مرفوعا، إذا رفعناه يعرب بدلا من المستثنى منه. سنمر إلى المرحلة الثالثة من المستثنى بإلا. لم ينجح إلا المجد. لاحظوا معي هذه الجملة، هنا المستثنى منه غير مذكور وأداة الاستثناء دائما إلا، المجد مستثنى. لم ينجح إلا المجد، نغدي نزيل أداة نفي وإلا أداة الاستثناء، سنوضحها في التذكير والتوضيح. لا أكل إلا طيبة، هنا غير مضبوط أداة الاستثناء إلا الطيبة. إذا حذفنا لا وإلا ستعرب إعراب آخر. ما البهلوان إلا مهرج، ما البهلوان إلا مهرج. لم يلعب إلا مع صديقه، لم يلعب إلا مع صديقه. إذا نوضح لماذا أزلنا لم وإلا. المجد هنا أتت مرفوعة، المجد هنا مرفوعة. الكلام في هذا النوع منفي ناقص أي منفي بلم، لأن المستثنى منه غير مذكور ويعرب حسب موقعه في الجملة. كما قلنا في الجملة الثانية نحذف لم ونحذف إلا، ينجح المجد. سنعرب المجد فاعلا لأن ينجح فعل والمجد هو الفاعل. لا أقول إلا الطيبة، هنا مذكورة، نحذف لا وإلا إما مفعولا به، الطيبة هنا أعربناها مفعولا به. ما البهلوان إلا مهرج، نحذف ما وإلا، مهرج إما خبر مرفوع مهرج. لم يلعب إلا مع صديقه، نحذف لم وإلا، مع صديقه جاءت هنا في الجملة جار
مجرور مع صديقه. انتبهوا، سنتطرق الى هذه المواضيع في خلاصه استعجاليه. المستثنى هو اسم يذكر بعد كلمتين الاستثناء ويكون مخالفا لما قبلها في الحكم. النقطة الأولى، إذا كان الكلام مثبتا والمستثنى منه مذكور وجب نصبه مثال على ذلك، حضر التلاميذ إلا محمدا، لاحظوا محمدا جاءت منصوبة. الحالة الثانية، وإذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه مذكور يجوز فيه وجهين. ألف، الوجه الأول نصبه على الاستثناء ما حضر التلاميذ إلا محمدا، محمدا هنا جاءت منصوبة. ب، أن يكون بدلا من المستثنى منه فيتبعه في حركاته الإعرابية مثل الفتحة الضمة أو الإكسار. ما حضر التلاميذ إلا محمدا، محمدا هنا عربناها بدلا. الحالة الثالثة جيم، إذا كان الكلام منفيا كما تلاحظ في الجدول الأعلى والمستثنى منه غير مذكور، هنا غير مذكور كما بينا في الخانة الثانية من الجدول، ويعرب حسب موقعه في الجملة وتعتبر أداة الاستثناء مرغاة كما شطرنا عليها في هذه الجمل التالية. بناتي أبنائي الأعزاء، سنمر إلى نماذج إعرابية أن نعرب الجمل التالية حسب المراحل التي قرأناها خلال الدرس. طارت العصافير إلا عصفورا. طارت فعل مضارع مبني على الفتح وتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. العصافير فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إلا أداة استثناء. عصفورا مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نمر إلى النموذج الثاني من الإعراب والمرحلة الثانية. ما طارت العصافير إلا عصفور. ما أداة نفي. طارت فعل ماضي مبني على الفتح وتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. العصافير فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إلا أداة استثناء. عصفور نعربها بدل جزء من الكل مرفوع تابع للمبتدا منه في رفعه. المرحلة الثالثة والجزء الثالث من الإعراب، ما طار إلا عصفور. ما أداة نفي. طار فعل ماضي مبني على الفتح إلا أداة استثناء نعربها كذلك ملغاة لأن عصفور فاعل مرفوع لأن المستثنى منه غير مذكور. كما سبق أن ذكرتكم بعد أن انتهي من تمارين إعرابية نمر إلى تمارين تطبيقية بالمنزل. أولا اشكل كلمات الجمل التالية واعرف ما تحته خط. الجملة الأولى لا أنطقها لأنها ستشكل. الجملة الثانية، الجملة الثالثة. رقم 2 من التمارين المنزلية، ركب جملتين تتضمنان الاستثناء بألا بإلا. جملة تكون فيها الاستثناء تام ومقبل، جملة ثانية يكون فيها استثناء منفياً.